بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبسلامة وبصحة جيدة وفي أحسن حال. أنا محمد حسين، أهلا بكم في قناتكم إيرن سي إم إيه فور فري. اتكلمنا مع بعض في المحاضرات اللي فاتت عن السبلاي تشين، وبعد كده دخلنا في الأكونتنج انفورميشن سايكلز، وقلنا اتكلمنا عن الريفينيو تو كاش سايكل، واتكلمنا على الاكسبندشر سايكل، واتكلمنا عن البرودكشن سايكل. دلوقتي هنتكلم عن الهيومن ريسورسز اند بيرول سايكل. احنا عارفين دلوقتي ان مين المسؤول عن تعيين الموظفين. قسم الاتش ار لازم نفرق بين حاجه مهمه، بين قسم الاتش ار وبين قسم البيرول، لان ده يعتبر قسم وده يعتبر قسم تاني، لازم يبقى في بينهم سيجريجيشن اوف ديوتي. بمعنى يعني مين مسؤول عن تعيين الموظف؟ ال HR. يعني مفيش اي حد من الشركة يقدر يعمل كرييت للامبلوي على السيستم غير موظف ال HR فقط لا غير. يعني ال HR هيبقى مسؤول عن ايه؟ هيبقى مسؤول عن الكرييشن او عن الهايرنج ديت او البوزيشن او السالري، او هنحط الموظف ده في اني ديبارتمنت، وبرضك هيبقى مسؤول عن الديدكشن، يعني هيبقى مسؤول عن اي خصومات تيجي على الموظف ده، وكذلك التيرمينيشن عن فصل الموظف. يبقى مين مسؤول عن الحاجات دي كلها؟ ال HR. يعني لو افترضنا مثلا انا ك CFO وعندي تحت ايدي محاسبين او تحت ايدي ناس في الاداره عندي، ما ينفعش اخصم الموظف عمل مخالفه معينه من الموظفين اللي تحت في الشغل. يعني ما ينفعش ادخل على السيستم واخصم مرتبه من نفسي، لا، ببعت لل HR اقول لهم الموظف ده غلط، عمل اجراء فلاني غلط، يطبقوا الاجراءات الجزائيه عليه، هم اللي يخصموا، لكن مش انا اللي بخصم، هم اللي بيدخلوا على السيستم او بيبعتوا للبيرول عشان يخصموا منه الجزاء اللي عليه دوت. يبقى لازم نفصل ما بينهم، ما بين الاتش ار وما بين قسم البيرول. يبقى الاتش ار هو المسؤول عن التعيين والتوظيف والتدريب والدرجه الوظيفيه بتاع الموظف، ان البيرول هو اللي بيعمل بروسيسنج للسالري بتاع الموظفين، هو اللي بايه بيقبض الناس يعني، او بيعمل بروسيسنج للسالري. تعال نشوف، بيقول لك هنا the human resources management and payroll cycle involve hiring training, paying and terminating employee. يبقى هنا إدارة الـ HR هي المسؤولة عن الحاجات دي، اللي هي تعين أو تدرب أو تفصل الموظفين. طيب الـ payroll الـ HR ديت ممكن تبقى إدارة من ضمن سوري الـ payroll دوت ممكن يكون من ضمن موظفين الشركة، أو ممكن أغلب الشركات بتستعين بتجيب شركة أوت سورس تكون هي مسؤولة عن ان هي تقبض الموظفين. احنا بنشوف دلوقتي في دول الخليج مكتب العمل هناك بقى بيفرض على الشركات دلوقتي بقى له سنتين تقريبا او يمكن اكتر، ان الشركات لازم تقبض الموظفين عن طريق البنك. فبالتالي القسم اللي في الاداره يبقوا جايين باعتين كشف او اسماء الموظفين، سواء الشركه عندها 100 او 200 موظف او 300 موظف، بيعملوا كشف وبرواتب بالموظفين ويبعتوه للبنك، وبعدين البنك بياخد الكشف ده وبيوم 25 او يوم 26 او في اليوم المتفق عليه بيبدأ ينزل الرواتب في حسابات الموظفين. بعد كده لما يجي مكتب العمل حصلت شكوى او حصلت اي مشكلة يقول لك اه لا، الفلوس هي نزلت في رواتب الموظفين، ويكون يعني بيكون البنك دوت مرجع ليهم. طيب في شركات برضك ممكن تعمل اوت سورس لعملية ال HR ديت، الشركة بقى بتريح دماغها من ان يكون عندها HR او عندها بيرول، بتستعين بشركة خارجية اوت سورس اللي هي تنفذ لها الحاجات دي، علشان الضرايب مثلا او علشان السعودة، علشان اي حاجة من ايه من الحاجات اللي احنا عارفينها دي. طيب دلوقتي هيجي حد يقول لي طيب من ناحية الانترنال كنترول ده، هل ده كويس ولا لا؟ تعالوا نشوف الميزة الاول. الميزة اللي انت تستعين بشركة متخصصة انها بتكون يعني بتستفيد من الافكتيفنس والافشنسي بتاعت الشركه ديت. الشركه هي اللي بتقبض بقى، وهي اللي بتعين، وهي اللي بتعمل الحاجات دي كلها، بتكون انت بقى ايه خلاص يعني شلت الحاجات دي من على كتافك، وفي نفس الوقت بتستفيد من الكفاءه والفعاليه بتاعت الشركه دي، بينفذوا لك الخدمه بافضل جوده وممكن تكون باقل تكلفه. لكن في بردك غطاء خفي، في مشكله من ناحيه اللي انت تستعين بشركة اوت سورس،
زي ما درسناها قبل كده في سيكشن دي تقريبا او في البوست، ان انت دلوقتي البرايفسي عندك مضروب بالنار، مفيش عندك برايفسي، انت دلوقتي لوس اوف كنترول من ناحية الشركة دي، انت ما تقدرش تتحكم فيهم. والداتا عندك، الداتا بتاعت الموظفين عندك ممكن يبيعوها، يبقى عندك مشكلة البرايفسي لازم تاخد بالك منها. يبقى ديت من مزايا وعيوب البيرول. طيب احنا اتفقنا مع بعض اللي احنا في دراسة السايكلز هنتكلم عن 4 حاجات، اول حاجة التعريف، تاني حاجة قلناها دلوقتي خلاص، تاني حاجة هنتكلم عن الاكونتنج انفورميشن سيستم بنستخدمه في ايه، وتالت حاجة هنشوفه الاكتيفيتيز، ورابع حاجة هنشوف الاوتبوت. طيب الاكونتنج انفورميشن سيستم دوت ممكن نستخدمه في ايه في السايكل ديت؟ قال لك اول حاجة ريكوردنج ذا هايرنج اند تريننج اوف امبلوي، نسجل عن طريق السيستم دوت الموظفين، تعيين الموظفين او تدريب الموظفين، مش الموظفين اللي تعينوا امتى والموظفين اللي بيتدربوا امتى، خاصة لو انت في بنك. المفروض مثلا موظف البنك بيبقى كل فترة ملتزم، ده طبعا بره، معرفش الاجراء ده في مصر ولا لا، يعني ان موظف البنك كل فترة لازم يتدرب عن، ياخد دورة غسيل اموال، سوري دورة مكافحة غسيل اموال، وياخد كاونتر فيدنج يعني يكتشف التزييف والتزوير والحاجات دي، لازم كل فترة ينزل اي قانون لازم الموظفين يتدربوا. يبقى عملية التدريب والحاجات دي المسؤول منها مين؟ ال HR عن طريق ال Accounting Information System. تاني حاجة Processing Associated with Employee Termination، في عمليات متعلقة بفصل الموظفين، سواء ايه الاجراء اللي الشركة هتتخذه، سواء الموظف هو اللي قدم استقالته ومشي بيبقى طبعا ليها اجراء، و اجراء تاني لو الشركة هي اللي فصلت الموظف دوت بيبقى ليه اجراء تاني. احنا بنشوف بره في القوانين بره يقول لك الموظف لو اشتغل اكتر من 10 سنين وهو اللي قدم استقالته او احنا اللي مشيناه، ده ياخد الفول باكج، هيستفاد من راتب عن كل شهر، راتب سوري راتب شهري عن كل سنة، مستحقات نهاية خدمة يعني. انما لو اقل من 10 سنين واحنا اللي فصلناه بنديله برضك راتب شهري عن كل سنة، انما لو هو اللي قدم استقالته بياخد نص شهر عن كل سنة الاول 5 سنين. يعني في قانون كده معين من ناحية التيرمينيشن، ايه هي الاجراء اللي هيتم دوت، الانفورميشن سيستم بيحسب لي ده. تالت حاجة بقول لك مينتيننج امبلوي ايرنينج ريكورد، اقدر اشوف الروبورتات بتاعة الموظفين، الموظف دوت السنة اللي فاتت ديت قبض قد ايه، اشوف البيزك سالري كام بتاعه، اشوف البونص الحاجات اللي هو قدر ان هو يقبضها في فترة معينة من الفترات. complying with regulatory reporting requirement including payroll tax withholding، ان انت تقدر من خلال السيستم دوت تكون adherence او يعني تطبق عندك اجراءات ضرائب وخصم المستحقات ديت ال withholding ديت اللي هي المفروض الاستقطاعات اللي هي الخاصة بالحكومة، يعني زي التأمينات الاجتماعية والمعاشات والحاجات دي، يعني ان انت تكون ملتزم من خلال السيستم. لما تيجي تعمل ترحيل للقيود السيستم اوتوماتيك بيحسب المبلغ اللي الشركه هتحوله لراتب الموظف كام، ويحسب المبلغ اللي الشركه هتدفعه للتامينات الاجتماعيه، الشركه بتتحمل نسبه من التامينات دي والموظف بيتحمل نسبه، كل الحاجات دي السيستم بيحسبها لوحده، بيطلع النسبه اللي الشركه هتحسبها والنسبه اللي الموظف هيتحملها وصافي المبلغ اللي هيتودع في حساب الموظف، كل الحاجات دي الريبورتات دي يقدر يطلعها للسيستم. دي خامس نقطة يعني. سادس نقطة بيقول لك making timely and accurate payroll payment to employee payment for benefits. انت عندك، احنا اتفقنا ان accounting information system اللي بيطبق عندك في الشركة لازم يدي لك حاجتين مهمين، accurate and timely information. لو السيستم عندك ما قدرش يدي لك ال accurate and timely information يبقى السيستم ده تروح ترميه في الزبالة يعني، وانتوا اصحاب الكرامة. يبقى هنا السيستم دوت الـ Accounting Information System هيديني timely and accurate payroll payment و employee payment for benefits، من ناحية المزايا بتاعة الموظفين، وقت ما أحتاج أي ريبورت وأضغط يديني على طول البيانات بصورة صحيحة وبصورة مظبوطة. طيب إيه هي الـ Activities بقى؟ الـ Activities ديت أنا جبتها لكم من كتاب جلايم لأن هي مش موجودة في كتاب هوك، كتاب هوك دخلك على طول على إيه؟ على الـ Inputs. فتعالوا نشوف الـ Activities
الخاصة بنظام الـ HR. قال لك أول حاجة HR send a list of authorized employee، يعني الـ HR بيعين الموظفين زي ما احنا قلنا في بداية المحاضرة. بيقول لك HR send a list of authorized employee، بيرسل قائمة بالموظفين المعتمدين وبالبي ريت، الأجر الأساسي أو الأجر اللي المفروض كل موظف هياخده and deduction to payroll، والديدكشن اللي هي الاستقطاعات لقسم البيرول. يعني ايه الاستقطاعات ديت؟ زي لو في استقطاعات خاصة بالتأمينات الاجتماعية، لو في استقطاعات خاصة لو في تأمين صحي بيكون في ديدكشن معين، فالاتش ار بيرسلها لقسم البيرول. تاني حاجة بيقول لك employee register the start and end time of their work day on clock card or job time tickets. ايه هي يقصد ايه بالجملة دي؟ بيقول لك ان الموظف بيستعمل حاجة اسمها الجوب الكلوك كارد ديت، في كروت كده بيتسجل فيها الوقت، وقت الدخول ووقت الخروج من الشغل زي البصمة كده. هو دلوقتي طبعا بقى فيه البصمة، يعني دوت اولد سكول قوي اللي هو بيقوله ده. زمان يمكن سنة 2005 كنت شغال في راديو شاك، كان عندنا التايم كارد ده، في ساعة كده، ساعة حجمها كبير شوية زي قد البرينتر، وساعة ما تدخل الصبح تجيب التايم كارد تقوم جاي حطه في المكنة تخدم الوقت اللي انت دخلت فيه، وبرضك وانت خارج تحط الكارت في المكنة تخدم الكارت اللي انت الوقت اللي انت خرجت فيه باللون الأزرق. لو انت جيت متأخر أو خرجت بدري المكنة بتختم الوقت ده بلون أحمر مش بلون أزرق. بعدين في نهاية الشهر السوبرفايزر بتاع الفرع أو السوبرفايزر لو انت في البرودكشن، بيكون برضك الساعة دي موجودة في قسم البرودكشن، السوبرفايزر بيوقع على التايم كارد دوت ويبعتها لمين؟ للهيد اوفيس، لقسم الاكونتنج، علشان يقدر يحاسب بيها. نفس القصه ديت لو في اكسترنال اوديتور مثلا جه يراجع عليك في الشركه، انت عارف ان الاكسترنال اوديتور بيتعامل معاه بيبقى بالساعه، خاصه لو الاكسترنال اوديتور دوت جاي لك من البيج فور، فبيبقى الشغل عنده بيعمل حاجه اسمها الجوب تايم تيكت او الجوب تايم كارد. بيجي عندك مثلا، وصل عندك الصبح الساعه 9 او الساعه 10، بيكتب في الجوب تايم ديت ان هو جالك الساعه كذا، وهو ماشي برضك بيكتب الوقت اللي هو ماشي فيه وبتوقع عليها، علشان انت هتحاسب على الحاجات دي بعد كده، على الوقت اللي هو اشتغله دوت، فلازم يكون الوقت ده معتمد. برضك في ناس، في محاسبين بيشتغلوا بالجوب تايم تيكت دوت داخل الشركه، محاسبين اللي هم مش فول كونتراكت، يعني بيبقوا جايين وقت مؤقت. طيب at the end of the pay period، في نهاية الفترة اللي هيدفع فيها سواء كان شهر أو كان أسبوع، سوري عفوا، الجوب تايم تيكت ديت برضك بتشوفها لو أنت رايح مول أو داخل مطعم كبير أو حاجة، لو أنت دخلت الحمام مثلا بتلاقي مكتوب ورقة كده على ظهر الباب، بيقدر المشرف بتاع النظافة يتابع عامل النظافة، يعرف إن هو نظف الفرع دوت الساعة كذا، العامل بيعمل تشيك مارك، بيعمل صح نوظف الساعة كذا الساعة كذا، يعني علشان يقدر عشان يحاسبوا بيها الفرع أو الشركة اللي هما بيتعاملوا معاها دي، شركة النظافة دي. فبيستخدموا الجوب تايم تيكت برضه ديت. عامل النظافة ده بيشتغل بيلف على كذا فرع، بيجي فرع مثلا الساعة 1 1:30، يروح الفرع التاني الساعة 2، من 2 لـ2:30، وهكذا بيسجل الوقت بتاع الدخول وخروج الفرع في إيه، في الجوب تايم تيكت ده. طيب تالت نقطة بيقول لك at the end of the pay period، في نهاية فترة الاستحقاق اللي هيدفع فيها دي، production supervisor مشرف الإنتاج أو مدير الإنتاج، لو الكلوك كارد دي في قسم production أو لو في فرع من الفروع، ولو فروع تجزئة بيبقى supervisor أو البرانش مانجر، أي واحد أي مدير القسم يعني ابروف كلوك كارد، بيوقع على الكلوك كارد دي وبعدين ويبعتها لمين؟ للتايم كيبنج اللي في قسم في الاداره اسمها تايم كيبنج، اللي هي بتحتفظ بالوقت ده وتقدر تحسب الرواتب بتاع كل الموظفين. تايم كيبنج بريبير سامري اوف اور وركد باي جوب اند فورورد ات. بعدين بيعمل هو التايم كيبنج دوت، بيعمل سامري ويبدا يجمع اجمالي عدد الساعات اللي اشتغلها في على اجمالي الفروع او في او على الوقت اللي هو اشتغله كله طول الشهر. بعدين يبعت منه نسختين، نسخة للكوست اكاونتنج علشان يبدأ الكوست اكاونتنج يقدر يحسب الجوب اوردر مثلا لو او بروسس كوستنج، علشان يقدر يحسب
تكلفة العمال كانت كام في الجوباية دي أو في الشغل اللي هم اشتغلوه. بعد كده بيبعت نسخة برضه لقسم البيرول، بيقول لك بيرول ماتش ات ويز اوثورايزد امبلوي ليست، يقدر يعمل ماتش. بعدين بريبير بيرول ريجستر اند ابديت ذا بيرول ريكورد. الحاجات دي في الاكونتنج انفورميشن سيستم بتحصل اوتوماتيك، يعني ما فيش حد هيدخل قيد يوميه ولا حاجه، مجرد ان هم دخلوا تايم شيت دوت على السيستم بيسمع لوحده اوتوماتيك الرواتب اللي المفروض مستحقه لكل الموظفين. accountant payable receive the payroll register then prepare a payment voucher. شايفين ديت ايه اهي البيمنت البيرول ريجستر اللي عملها تايم كيبنج، يجي الاكونت بيبل ياخد البيرول ريجستر دي بعدين يعمل بيمنت فاوتشر، يعمل ايه؟ يطلع بيمنت فاوتشر على غرار شوفنا احنا في دوره الانتاج اللي فاتت ان الاكونت بيبل برضك بيعمل بيمنت فاوتشر لما يقارن لما يعمل سيريو ماتش، يعمل بيمنت فاوتشر ويبعته من ايميل لقسم التريجري. ان نفس القصه بالظبط، الاكونت بيبل بياخد البير ريجستر دي ويعمل بيمنت فاوتشر ويبعتها لمين؟ لقسم التريجر. قسم التريجر بقى بيعمل ايه؟ بيعمل شيك او بيعمل الكترونيك فان ترانسفير ويحول المبالغ المطلوبه ديت للموظفين كل واحد في حسابه. هنا الكتاب بيقول لك ان التريجر بيطلع شيكات لكل موظف وباسمه مش عارف ايه الحاجات دي، ايه كانت حاجه قديمه، دلوقتي بيعمل بنك الكترونيك بنك ترانسفير على طول. يبقى ذا تريجرر كومبير ذا بيمنت فاوتشر وذا بير ريجستر توتال and initiate appropriate bank transfer. لو انت عامل في اللي بيبقى مشترك مع الموظفين دولت في بنك مثلا سي اي بي ولا في اي بنك، يعني مش عايز اعمل دعايه لبنك معين، ويدوا لهم كروت صرافه دوت كروت راتب كل في نهايه كل شهر. التريجر بيبعت القايمه بالمستحقات لكل الموظفين، يبعتها للبنك، البنك ياخد القايمه دي يعملها أداء على طول في حساب الموظفين بدون ما أنت تروح، بدون ما تصرف شيكات، بدون أي حاجة. وحاليا في برضك بعض البرامج بتبقى كده، وأنت قاعد في مكتبك عندك الأونلاين بانكينج وعندك السيستم بتاعك بيكون مرتبط بالأونلاين بانكينج، بتعمل أوكي يحول على طول المبالغ في حسابات الموظفين وأنت قاعد في مكانك، ولا من غير ما تدخل البنك، من غير ما تدخل أي حد معاك. طيب حتى هنا internal control بقول لك the most significant payroll and personal cycle risk are the creation of fictitious employee and the falsification of hours worked. الحتت ديت يعني السايكل دي مهمه يا جماعه، وبيجي عليها اسئله كتير خاصه في segregation of duty. لذلك زي ما نصحتكم في اول محاضره، بعد ما نخلص السايكلز كلها هنرجع نتفرج على segregation of duty في درس transaction control في اخر حلقه، هسيب لكم اللينك بتاعه. ماشي، بيقول لك هنا the most significant payroll and personal cycle personal data اللي هي الاتش ار، يعني ان انت تحط موظف وهمي ال creation of fictitious employee، اللي انت تحط موظف وهمي او تعمل create لموظف وهمي وتقبضه، او تعمل falsification of hours worked ان انت يكون عندك الموظف اشتغل ساعتين وانت بتسجله عندك اشتغل 8 ساعات، او اللي اشتغل 5 6 ساعات وتسجل له 10 ساعات علشان ياخد اوفر تايم. يبقى ديت من ضمن ديت اكبر خطر بيواجه الشركه في السايكل دي، لذلك لازم نعمل سيجريجيشن اوف ديوتي بين قسم الاتش ار وبين قسم البيرول. يبقى قسم البيرول هو المسؤول عن ايه؟ عن ان هو يقبض الناس، لكن قسم الاتش ار هو بيعين بس مش مسؤول عن الفلوس. قال لك هنا اول نقطه بيقول لك employee paid by manual check or given check by treasurer personnel. موظف الخزينة هو المسؤول ان هو يدي الموظفين الشيكات، لو انت شغال مانيوال يعني او بالشيكات، موظف الخزينة هو المسؤول بس مش حد تاني، يعني ما ينفعش موظف الخزنة او التريجر دوت يبعت الشيكات لمدير الانتاج ويقول له خد قبض انت الناس او يديهم لاي حد تاني، لا هو بس موظف الخزنة المسؤول ان هو يدي الشيكات لكل موظف بايده، علشان لو في شيكات مرتجعة لازم نعمل لها انفستيجيشن. وبيجي سؤال كده بيقول لك لو شيك مرتجع من الرواتب مين اللي هيحتفظ بيه؟ لو شيك مرتجع هل يروح للسوبرفايزر ولا نرجعه للاتش ار ولا نوديه للكاشير؟ ممكن الاجابه هنا اقرب حاجه للتريجرر ممكن يكون الكاشير بتاع الفرع. يبقى انت عندك التريجري او الكاشير او موظف الكاش بيمنت، بعض الكتب مسمينه موظف الكاش بيمنت.
او اللي هو الموظف المختص بايه بعمليات الخزينه يعني. يبقى الانكلايم بيرول تشيك should be kept by treasurer personnel. ممكن يجي لك بكذا اسم. طيب to ensure the payroll or supervisory personnel cannot perpetrate fraud through the creation of fictitious employee. يبقى لازم يكون في فصل مهام في النقطه دي. طيب inputs to HR management and payroll cycle. ايه هي بقى الانبوتس او الحاجات اللي بنستخدمها كمدخلات؟ هي النماذج اصلا، النماذج اللي بيستخدمها ال HR والبيرسونال، النماذج اللي بيرسلوها لبعض. ايه هي النماذج ديت؟ زي ايه؟ قال لك personal action for documentation hiring of employee and change in employee pay rate and employee status. مش احنا قلنا ان موظف ال HR هو اللي مسؤول ان هو يعين الموظفين؟ ايوه، هو بيعين الموظفين، بيحدد الراتب بتاعهم وحاله الموظف دوت على الدرجه الوظيفيه ال 12 ال 15. يبقى هنا في نموذج بكده او فورم بكده personal action form documentation hiring of employee and change in employee pay rate and employee status. هتزود الموظف، هنخفض راتبه، هنعمل ايه؟ يبقى في نماذج خاصه بكده دوت بين ال HR بيبعته للبيرول على فورم، يبقى دوت يعتبر inputs. طيب تاني حاجة تايم شيت اور تايم كارد اللي احنا قلناها، التايم شيت اللي هي اجمالي الرواتب، او التايم كارد اللي هو بتاع قسم الانتاج دوت اللي بيدخله في الساعة، الكارت اللي بيدخله في الساعة ده دوت يعتبر تايم شيت ايه تايم كارد دوت يعتبر انبوت برضو. تالت نقطة بقول لك بيرول ديدكشن اوثرايزيشن فورم، لو في خصم يبقى في نموذج خاص بكده. إيه لو موظف اخطأ او لو في ديدكشن خاص باستقطاعات خاصة بالتأمينات الاجتماعية او استقطاعات خاصه بال، لو في هاوسنج اللونس انت بتتحمل جزء هو بيتحمل جزء فبتخصم منه الجزء اللي هو بيتحمله، ولو في مثلا تامين صحي او تامين طبي يعني ميديكال انشورنس انت بتحمل جزء هو بيتحمل جزء. طيب والتاكسي ويز هولدنج فورم ديت نماذج الضريبه بتاعه التامينات الاجتماعيه او التامينات والمعاشات ديت كلها نماذج الانبوت اللي في السايكل دي. طب ايه الاوتبوت في السايكل بتاعتنا؟ الاوتبوت بقى عندك employee listing showing current employee and information about them. انت عندك ممكن تطلع تقرير عن موظف اسمه عنوانه تاريخ ميلاده رقم تليفونه اي حاجة تقدر تطلعها بريبورتات، تشوف كل موظف تاريخه وعنوانه، علشان ممكن انت عندك لو عندك الشركة فيها كذا فرع تقدر تشوف الموظفين، الموظف اللي ساكن في مدينة نصر تعينه في مدينة، اللي ساكن في مدينة نصر تعينه في فرع مدينة نصر، الموظف اللي ساكن في الهرم تعينه في فرع الهرم، وهكذا تقدر تشوف اللوكيشن بتاع الموظفين عشان تقدر تحط كل موظف قريب من بيته. ما ينفعش واحد ساكن في المعادي تجيبه يشتغل في مدينة نصر، هيلبس طبعا في صلاح سالم هيدعي علينا طبعا مش هيشتغل معانا. طيب تاني نقطة بقول لك بيرول بيمنت ريجستر ليستنج جروس باي ديدكشن، كل ديت تقارير ممكن نطلعها من السيستم. عايز تشوف مال الرواتب الشهرية كام، عايز تشوف الخصومات اللي على الموظفين كام، عايز تشوف أي حاجة على الأكونتنج مش سيستم هيساعدك إن هو يطلعها لك. طيب الأوت بوت التقارير ديت ممكن بيرول بيمنت ريجستر هتدفع كام للدولة، ديدكشن الخصومات، أند نت باي فور اتش إمبلوي صافي المبلغ اللي هيروح لكل موظف. وبرضك دوت لما تطلع الريبورتات دي هتستخدمها في إنك تعمل جورنال انتري فور جنرال ليدجر دوت. طبعا لو انت شغال مانوال سيستم هتاخد الحاجات دي بعدين تعمل قيد يوميا، لكن المفروض اصلا ان دلوقتي الحديث ان السيستم بيعمل كل الحاجات دي لوحدها بدون ما يخليك تعمل قيد. لكن ممكن تستخدمها في انك بتعمل القوائم الماليه في نهايه السنه، يعني لو انت لازم تعمل قيد علشان تشوف اجمالي المصروفات اللي انت دفعتها كام، ولو انت عندك اجور مستحقه عشان هتسمى عندك في الميزانيه لازم تعمل قيد ان في اجور مستحقه. يبقى هنا ديت ممكن تعمل جورنال انتري بايدك. تالت نقطه بقول لك بريبيرنج باي تشيك اور دايركت ديبوزيت تو مالي بانك اكونت او الكترونيك فاند ترانسفير، ديت من الاوتبوتس برضك اللي انت تقدر تستخدم الروبوتات دي علشان تدفع الرواتب الموظفين او عشان تعمل تحويل بنكي في حساباتهم. deduction report containing company wide or individual segment employee، تقدر تشوف الديدكشن على مستوى الموظف او على مستوى الشركه او على مستوى اي سيجمنت او على مستوى الفرع يعني.
تقدر تشوف اي زي ما انت عايز على الاجمالي ككل، على مستوى الفرع او مستوى الشركه او مستوى الموظف. بيرول سامري يوزد باي مانجر تو انالايز بيرول اكسبنس، تشوف البيرول سامري ملخص يعني لمصروفات الرواتب، تقدر تشوفها من الاوتبوت من السيستم دوت. وبرضك التاكس ريبورت يوزد فور ريميتنج بيرول تاكس، تقدر في النهايه مثلا عندك البيرول تاكس ممكن يكون بتدفع عندك كل 3 شهور، فتقدر كل 3 شهور من 1 2 ل 3 تعمل ريبورت تطبعه تختمه تبعته، بتبعت المبلغ للدوله، ولو جم يفحصوا عندك يبقى انت عارف دفعت ايه من شهر كذا لشهر كذا. tax report used for remitting payroll tax to the taxing authority both amount withheld from employee pay and employer tax. في برضك الجزئين اللي انت هتتحمله او للشركه هتتحمله دوت بيطلع في الريبورتات. برضك reporting to employee the information on their income and tax paid that they need for their personal tax reporting. برضك ريبورت للموظفين نفسهم معلومات ان ممكن يجي لك الرساله تم ايداع مثلا مبلغ 6000 جنيه وتم خصم مبلغ 400 جنيه ضريبه مستحقه او تامينات اجتماعيه او تامينات معاشات، يبقى تقدر تعمل ريبورت للموظف. لو موظف جه قال لك انا عايز اعرف صافي الدخل بتاعي كام، هتقول له الاجر الاساسي بتاعك كذا، الهاوسنج الاونس كذا، الترانسبورتيشن كذا، عندك خصم كذا، عندك بونص كذا، تبقى تعرف الموظف اي حاجه. الريبورت السيستم يطلع لك الريبورتات خاصه بالحاجات دي كلها. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس. اللي ما اشتركش يشترك في القناه. كان معكم محمد حسين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.